بعد ما تعرفنا على هاي المعلومات ومع نهاية كل عام من حياتنا، مجموعة قرارات ممكن نتخذها للتغيير بكثير من الأشياء ووضع فاصلة تحول نحو خطوات وسلوكيات أكثر إيجابية. من بين القرارات هي صحتنا وأسلوب غذائنا اليومي اللي بيكون له حصة كبيرة سنويا. اليوم مع دكتورة ديانا فلوحة اختصاصية التغذية رح نتعرف سوا على أبرز العادات الغذائية يلي ممكن نحافظ فيها على صحتنا. شو هي النصائح لبداية صحية بعام 2020؟ ويسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك سلمى. يسعد صباحك نور. وانتي سالمه. ينعاد عليك يا رب الخير والصحه. خلينا بالبدايه نحكي عن ابرز العادات الخاطئه، العادات الغذائيه سواء للكبار او الصغار، لانه حتى الصغار بيتعلموا من الكبار، بياخذوا هدول العادات. اكيد اكيد. لا خلينا نبلش بالصغار. نور، الاطفال يعني هنا بيقلدونا بكل شيء، فلازم يكون في عنا اساسات بتربيه صحيه غذائيه عند الاطفال. أهم شيء إنه نحن يكون في عنا أجواء لتناول طعام عائلية، يكون في جمع، يكون في مكان مخصص. للأسف هلأ صرنا عم نشوف كثير من الأمهات غراء لبعض الأطفال، ممكن يعطوهم أو يتناولوا الطعام قدام التلفزيون أو قدام شاشات الأجهزة الذكية. فهي هي أول عادة غذائية خاطئة، لأنه ممكن يتعود الطفل يصير يتناول كميات كبيرة من الطعام، وهي أكثر مشكلة عم نشوفها فعلا بالعيادات، هي البدانة المبكرة عند الأطفال. ما نجبر الطفل كمان من العادات أنه يكفي صحنه، يعني الطفل بيقدر سواء كان في حالة بدنية سليمة أو في حالة مرضية. يعني ما في داعي نحن نجبر الطفل ونصر عليه أنه يتناول كميات بتقدير الأم هي يلي حاجته، لأنه كمان هذا الشيء ممكن يسبب له زيادة بالوزن. ومن منطلق الأجهزة الذكية منروح لموضوع يعني الرياضة أو النشاط الحركي يلي ما عم نشوفه مثل زمان عند الأطفال، يلي كانوا يلعبوا بالجناين أو يعملوا نشاطات مختلفة. صار الاعتماد دائما على اليوتيوب، على التلفزيون، على الألعاب الإلكترونية. تماما، يعني صار من بكير عم بيبلشوا. طيب ديانا، خلينا نحكي اليوم مو بس الأطفال، نحن عم نتعرض لأسلوب أو نمط غذائي غير صحي عم يعتمدوه من الكبار أيضا. تماما. ولكن مع مثل ما حكينا بداية الفقرة، مع بداية كل عام ونهاية كل عام، أنا بحس إنه عندي قرار، إما بدي أسمن أو بدي أنحف. خلينا نحكي شوي ولو سريعا عن هي الفكرة وكيف لازم تم التعامل معها. بدي وقف عن نقطة إنه عند بداية العام، إنه من هون ما بدي أنا، يعني الأشخاص ينتروا البدايات دائما، بداية العام أو بعد العيد أو بعد المناسبة أو بعد السنة بدي أتغير، هي كله بتغير، بدي أتغير الأولويات. إن شاء الله يعني يقدروا كل الناس اللي أخذين هذا القرار يبلشوا، بس يعني إذا ما قدروا نظرا لظرف معين أو نتيجة تخريبات رأس السنة والأعياد يقولوا لا رح بلش من أول شهر جاي أو من بداية الأسبوع، كل وجبة وكل شغلة بناكلها ومنفوتها لتمنا هي خيار ممكن نحن نختار فيه الصحي، ممكن نختار الخاطئ. فالبدايات حلوة أكيد، التشجيع حلو، بس لازم يعني نمسك القصة من أولها، مو بس أكل، رياضة، لازم يكون في إقلاع عن عادات غذائية خاطئة. مثل الأشخاص اللي ما بيفطروا يبلشوا على القليلة بفطور، الشخص اللي ببلش نهاره بفنجان قهوة وسيجارة مثلا يبطل هاي العادة، ياكل شيء بالأول، وهذا بيكون أفضل إنجاز. يعني أكثر عادة غذائية خاطئة منشوفها بالبدايات، أو الأشخاص اللي بيلغوا مثلا وجبات بهدف تنزيل الوزن، بهدف زيادة الوزن أكيد الرياضة هي جزء لا يتجزأ. شو ممكن ما كان كمان دكتورة ديانا، كمان الحياة اليومية أو الحياة العملية هي بتفرض عليك نوع نظام حياة معين، فبتلاقي أغلب الناس مثل ما قلتي مثلا وجبة الفطور ما أنا موجودة عندهم، لأنه بسبب عملهم، بسبب شغلهم، وبتلاقي مثلا بسبب ساعات، بسبب ساعات طويلة يمكن كمان بالعمل، يعني العشاء نفس الشيء بيكون، يعني الركيزة بين الغداء والعشاء هي المرتكز الأساسي. يعني نحن إذا ما منا اللوم هن الطلاب أكثر شيء، إنه ما عندهم وقت وملحوقين دائما الصبح، ممكن يشربوا كاسة حليب، ممكن ياخذوا شيء خفيف، يعني لقمة صغيرة قبل ما يطلعوا، بالفرصة الأولى يتناول وجبة، ما في حجج. يعني عندي دائما ممكن نلاقي حلول، ممكن نلاقي شيء سريع التحضير أو محضر سابقا قبل بيوم إذا نوينا على وجبة معي على الشغل أو أي شيء. طالما عم نحكي على العادات، يعني أي شيء لنقلع عن عادة أو لنبني عادة جديدة، نحن بحاجة من استمرارية وتكرار لهذا الشيء. بعلم النفس بيقولوا لك ل 21 يوم،
لذلك ما رح تكون القصة سهلة بالبدايات، بس أكيد استمراريتها ومتى ما تعود الجسم سواء الإقلاع عن التدخين أو تعويد الشخص على الفطور أو شرب المي أو الرياضة رح تتعذب أول فترة، بس بعدين متى ما صارت عادة خلص بتفيقي الصبح دغري على البراد، بتفيقي الصبح نشطة بدك تروح على الرياضة، جسمك بيتعود على هذا الشيء. يعني هلا أنا رح أقول مثال فعلي، دكتورة ديانا دائما كانت تنصحنا بهذا الشيء، أنا من الأشخاص اللي ما بفطر كانت بالعموم، من مثل ما قلتي في بشرب شيء وبنطلق للعمل، تأثرت وفعلا تغير عندي كثير اشياء، صرت تطلبيها لوجبات، صرت اطلبها وصرت احس انه خفت المشاكل عندي. خلينا نحكي قد ايه الغذاء بياثر فعليا على الجسم، وممكن يصير عندنا نمط غذائي يخلينا ينشئ امراض بالجسم بسبب هذا النمط الغذائي الخاطئ. 100% سلمى، يعني كل مرض سواء خلينا نقول فيزيولوجيا عم بيصير بالجسم او خلينا نقول السمنه المفرطه او النحافه الشديده هي امراض، فكل هي قصص مرتبطه بالاكل باسلوب الحياه السيء. نحن ليش لا نترك حالنا لنوصل لمرحله الامراض؟ صحيح. لما يكون شخص واصل لنمط حياه صحي عم يتناول كل عناصر غذائيه اللي هو بحاجتها، عم ياخذ كالسيوم من الحليب ومشتقاته، عم ياخذ حديد من اللحوم او من مصادر بروتين جيده، عم ياخذ زيوت، يعني نحن دائما بنخاف من الزيوت انه هي اللي بتسبب زياده الوزن، ما في اكل بنحف وما في اكل بسمن، اذا تناولنا كل شيء باعتدال نحن عم ناخذ كل الفائده، حتى الزيوت نحن بحاجتها لامتصاص فيتامينات، لعمل كثير من الهرمونات، لبناء جسم صحي وسليم، واكيد للاداء الذهني اللي نحن بحاجته على مدى النهار شو ما كانت طبيعه عملنا. شرب المي اساسي وضروري لانه التجفاف بياثر على الكلاوي، بياثر على التركيز، بياثر على الاستقلاب بكل الجسم. واخيرا الرياضه، يعني الرياضه هي شيء لازم ما يتجزا ويكون جزء من نمط حياتنا اليومي شو ما قدرنا نساوي. يعني ما ضروري نحن نقضي بالنادي 3-4 ساعات او يكون في عندنا شيء دوري يومي لممارسه الرياضه، نحن اذا عندنا جهاز بالبيت اذا ما عندنا نطلع نمشي شو ما كانت حاله الطقس، الله يبعث الخير اليوم، يعني دائما فينا ناخذ شمسيه نلبس وننزل، بس يكون عندنا الرغبه والاصرار على ممارسه هذا الشيء. الحدا اللي ما بيقدر يطلع من البيت، وكثير بنشوف هي الامثله، ممكن يطلعوا ينزلوا الدرج، ممكن يعملوا تمارين بالبيت، ممكن الصبايا يرقصوا ساعه مثلا او يمارسوا شيء بحبوه، يعني اعملوا شيء دائما تقدروا تحبوه، دائما يكون موجود ومتوفر باجهزه بامكانيات بسيطه بالبيت، لحتى نقول نحن عم نعمل رياضه ونحافظ على القليله على الكتله العضليه يلي هي بتساعدنا نحرك، يلي بتساعدنا انه نكون بمظهر جيد واكيد ببنيه صحيه سليمه. طيب بالختام خلينا نوجه يمكن لبعض مشاهدينا بعض النصائح لنظام غذائي صحي يوميا، كيف فينا نوزع الحصص بانتظام وفينا ناكل باعتدال وما نحرم نفسنا من شيء، بس مثل ما قلتي وجبات معتدله وحصص غذائيه متساويه هي بتزوعها على مدار اليوم. ننطلق لفتره أكيد. الاعياد للاشخاص، يعني نحن اليوم ما بنقول انه خففوا بفتره الاعياد، خففوا مشروب او خففوا معمول او خففوا حلويات، نتناول حتى هي القصص يلي نحن كاخصائيين تغذيه بنقول عنها غير صحيه او غير سليمه باعتدال، ما في شيء بيسمن، اذا نحن قدرنا نظبط قبل وبعد نحافظ على 5 وجبات بالنهار او 6 وجبات حتى بالنهار، الوجبات الاساسيه الفطور الغداء العشاء، ما نخفف عشاء لانه اهميته من اهميه الفطور من اهميه الغداء، بس دائما بحبه كثير هالمثل ودائما بقوله الفطار فطور ملك، تغدى غداء امير، تعشى عشاء فقير. بس كمان الحصص الغذائيه قديش مهم توزيعها، مثلا الفواكه، الخضره، النشويات، لازم دائما يكون بكل هالانظمه بكل هالوجبات يكون في مصدر للبروتينات عبارة عن بيض أو لحم أو دجاج أو سمك، لازم يكون في مصدر للكالسيوم عن طريق الحليب ومشتقاته، عن طريق بعض الخضار والفواكه، بالشتوية بتقل الفواكه فنحن ممكن نعتمد على الفواكه المجففة، يعني دائما في خيارات، الخضار لازم تكون دائما موجودة بكل الوجبات سواء وجبة الفطور خيارة أو بندورة أو جزر، هلا بنعتمد على الشيء الموجود دائما، يعني الملفوف الجزر هالفواكه الخضار اللي دائما موجودة، صحن سلطة أو بعض الخضار المسلوقة على أي وجبة، وناكل الفواكه بين الوجبات ما نلغيها لأنه هي مصدر الفيتامينات والمعادن، وأخيرا الدهون إذا بدنا نحكي على الحصص سواء بالطبخ او بزيت الزيتون اللي ممكن نحطه على السلطات او على اللبنه الصبح او بسندويشه على العشاء، بالاضافه لشرب المي، شرب المي وشرب المي، يعني نحن بنهمل شرب المي بالشتويه، بالشتويه اغلب الناس بتنسى شرب المي لانه ما بنعطش، بس لازم تكون موجوده، واقل شيء 6-8 كاسات يوميا، حرص على نوم جيد وسليم،
واخيرا ممارسه الرياضه شو ما كانت الظروف. اكيد يعني دكتوره ديانا اليوم قلتي لنا هيك كثير معلومات ونصائح، ومثل ما بلشنا حديثنا ببداية الفقرة وقلنا نحن مقبلين على عام جديد، أهم القرارات بيكون هي صحتنا بما يخص جسمنا، قلتي الاستمرارية وأنه ما نرتبط بالوقت وبالزمان، ونبلش ولو قلنا بعادة عادة صحية حتى أوصل للنظام الغذائي الصحي الكامل. اليوم في بعض الأشخاص ممكن يعانوا من أمراض ويعتبروا أنه هن لازم يمشوا بنظام غذائي مثلهم مثل أي شخص، وهي أخطاء شائعة بنلاقيها أنه بيفتح الإنترنت بيدور على نظام غذائي من دون استشارة طبيب، لا طبيبه المختص للمرض اللي هو عم بيعاني منه ولا طبيب تغذية. فخلينا نحكي عن هاي المحاذير ولو سريعا للأشخاص. خلينا نعطي أمثلة عن أمراض ممكن نواجهها، واللي أكثر شيء مثلا عم تكتر مع الصبايا المشاكل الهرمونية أيا كانت، يعني سواء المبيض متعدد الكيسات أو مشاكل الضرق أو بعض الأشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم أو سكري. السكريين شو ما كانت المشكلة الصحية دائما نحن كأخصائيين تغذية بنوجه للطبيب أولا يعالج المشكلة. مشاكل هرمونية معظم الأحيان ما بتستجيب لأي حمية غذائية إذا في خلل بالمشكلة الهرمونية، لذلك بنبعث لعند طبيب النسائية أو بنبعث لعند طبيب الغدد ليحل هي المشكلة وليعالجها لحتى نقدر نحن نمشي الخطوط كلها مع بعض. النظام الغذائي أكيد بيختلف سلمى بينك وبيني وبين نور، بين أي شخص بيجي لعنا حتى لو صبايا من نفس الطول ونفس العمر، مرات درجات الاستقلاب بتختلف حسب الكتلة العضلية حسب قديش في شحوم، لذلك ما لازم نحن ننسار وراء هالحميات اللي بنلاقيها على الانترنت، الحميات العشوائيه او مثلا الجاره او الرفيقه اللي استفادت على هالحميات. عم تكون حميات قاسيه، يعني السيدات او الصبايا اليوم بتلاقيهم عم يتبعوا حميات غذائيه قاسيه مشان الحصول على جسم نحيف، وبتلاقي في رده فعل للجسم بعد فتره بيرجع على الجسم لانه 100%. ما في دكتور متابع وما في اغلب هالحميات القاسيه والعشوائيه نحن بننزل سوائل بننزل عضل وبتضل الكتله الدهنيه عم بتزيد، ومتى ما وقفنا بترجع بتزيد اضعاف وبصير موضوع نزول الوزن كثير اصعب. فالبدايه احسن انه تكون مراقبه من قبل اخصائي التغذيه والطبيب في حال كان في مشكله صحيه، يكون نظام متوازن صحي وصحيح من البدايه لحتى نتجنب استرجاع الدهون وما يكون الشخص عم يضيع وقت وجهد وتعب وراحات وجيات ومصاري عفوا على الفاضي. اكيد يعني نصائح متعدده كانت معك اليوم، نتمنى كل يلي عم بيتابعنا يكون استفاد منها. شكرا لك دكتوره ديانا فلوح. نور ينعاد عليكم واعياد مباركه للجميع. ينعاد عليك بالخير والصحه وشكرا لك. ومثل ما قلتي دكتوره ما نحرم حالنا من شيء، بس بناكل باعتدال وحصص غذائيه متوزعه على مدار النهار بتكون القصص كثير سليمه. شكرا كثير لك. شكرا لك نور.